يسعد صباحكم أحبتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح مبارك للجميع، أتمناه لكم إن شاء الله مليء بالخير والبركات والصحة والعافية. أحبتي، هذا اليوم ما زال القمر متواجدا في برج الدلو الهوائي، وراح يمكث فيه إلى غاية يوم 7 بالشهر، يعني يوم 6 بكرة يبدي بحال الانتقال، ومن ثم ينتقل إلى برج الحوت. فبوجود القمر في برج الدلو البارح احنا انطينا التوقعات، لكن نرجع بصورة أساسية نركز على الأبراج اللي شوية تحتاج في هذه الفترة انه نعديها، لأجل انه اكو فتناقض معين بين القمر وأورانوس، وكذلك القمر مع كذلك عندنا يعني القمر موجود في مواقع إن شاء الله تكون أكثر مناسبة، مثل ما يكون القمر منسجم مع الشمس، وكذلك منسجم مع الزهرة، وكذلك يكون منسجم مع المريخ. فدائما نركز على الأشياء اللي ممكن تكون أكثر إيجابية في حياتنا لكي ننجح أكثر. أكيد أستقبل الاتصالات، ومعي بنتنا العزيزة منو؟ أزهر. تفضلي أزهر، عيني من البصرة، أهلا وسهلا. أي والله تتبينات دوروح لك، أنا برج السيدي وبرج السيدي. أهلا وسهلا حبيبتي، كل الهلا، شلونك يوم؟ الله يسلمك تتبينات. شوفي بتبت أحكي لي، أكو فجعة بطبط خير، أكو حكي فيه، أكو رجوع، أكو لا. هو أكيد إذا أكو طباب خير في هذه الفترة إن شاء الله خير. أكيد إن شاء الله يا ربي، أتمنى يكون أكو نتيجة. فدوة أحكي لي تبتي نعم خلف رصيدي. أي حبيبتي دروحي، روحي بنتي روحي تأكدت. إذا الدلو والجدي أكو وساطة، أكيد إن شاء الله. هي المسألة ينراد لها صبر يا بنتي، المسألة ينراد لها صبر، وإن شاء الله ربنا يعوض صبرك خير، عندنا العودة. كذلك عندي من أختنا العزيزة جنات اتصلت حول 18/1 و18/9 حتى أرد عليهم. اتفضل عيني أبو سجاد. السلام عليكم سيد. أهلا وسهلا عيني، أهلا بيك يا هلا ابني. يوم جميل إن شاء الله عليك. يا أهلا وسهلا وعليك قبلي، وعليك قبلي يا ابني، كل الهلا كل الهلا. الله يسلمك. أنا برج العذراء 12/9 وزوجتي برج الأسد 13/8. نعم. أريد أشوف على كل الأفئدة يعني. تدلل ابني. المهنية والمالية والعاطفية وكل شيء. تدلل ولادي، تدلل كل الهلا، تحياتي لك وللزوجة العزيزة كل الهلا، ربي يحفظكم. وعندي ابني العزيز أحمد، تفضل يوم أحمد، أهلا وسهلا بيك. أحمد شنو انقطع الاتصال ويا أحمد؟ ها أعتذر منك، أعتذر من عندك ابني العزيز. إذن الأبراج اللي ممكن أنه نعديها هذه الفترة للقمر، يعني وضع القمر شوية ما يشجع على البدء بشيء جديد، منهم أو مجاميع الحوت، وكذلك الثور، الأسد، العقرب، وكذلك عندنا مواليد أخرى اللي هي من الممكن أن تكون شوية متأثرة بهذا الموضوع، هم مواليد برج الحمل الناري. رهف، أهلا وسهلا رهف. صباح الخير سكينة. صباح الورد حبيبتي، كل الهلا. شلونك صحة؟ يا أهلا وسهلا بيج عيني، كل الهلا بيج، تفضلي بنتي. أقول لك أنا مواليد الجدي 2/1، أريد أعرف عن كل شيء. 2/1 الجدي، يا سنة؟ 78. واضح واضح، تدللين حبيبتي. راح أشرح لك في هذه الفترة وضع الجدي بالفترة الحالية خلال الخارطة الفلكية، لأنه إحنا نعرف أحبائي الخارطة الفلكية في تغير دائم ومستمر. فلما يكون كوكب موجود في موقع قد يخدم برج، فتكون الفترة مناسبة، وكذلك هو الطالع أيضا يساعد من خلال أنه الإنسان ندرس طبعه، في أنه إذا كان الطالع في موقع أيضا إيجابي، فالطبع راح يكون أكثر
يعني قابل لي انه يكون اكثر تفاؤل، عنده طاقه ايجابيه، عنده صبر، عنده قدره على مواجهه الامور والظروف، فهذه كلها تكون اشياء مساعده في انه كذلك ممكن انه تكون فتره لحلول بين الخلافات بين الاهل، لا سمح الله بين الزوج والزوجه، الخطيب والخطيبه، الاهل والابناء، يعني هاي كلها ممكن انه تحدث الإيجابيات. فقلنا أنه هذه الفترة عندنا شوية مواليد برج الأسد، هذا الموضوع راح يدعم شراكاتك، لكن بنفس الوقت لا تجازف بيها. مواليد التور والعقرب، كذلك مواليد الحوت، ثم شوية مواليد برج الحمل. البارحة كان أفضل، هاليوم دا يبدي القمر يتحرك حتى دا يدخل إلى برج الحوت. فأثناء التحرك يجب أن تكون أكثر صبر في التعامل، أو مثلاً إذا كان عندنا أشياء نريد نتابعها كبدء قضية قضائية أو مثل ما نقول معاملة في الدولة، شوية راح تلاقي صعوبة. فمن المفضل أنه يكون القمر في برجك، وراح يكون القمر في برجك إن شاء الله يوم 9/10، هذا راح يساعدك كثيراً في إجراء المعاملات، وكذلك راح يكون عندك أسبوع ناجح كتقديم معاملة أو كتقديم طلب أو كتقديم موضوع يخص القضاء أو قضية قضائية. كان يعني أكو فترة من يبدي القمر يتنقل تكون أول بدايته يعني تكون أكثر طاقوية، من يبدي يريد يطلع يتحرك شوية تخف الأمور. فلأنه أورانوس والمريخ متواجدين في موقع، يعني أتمنى أنه لمواليد برج الحمل تنتبه إلى تنقلاتك، لكن بنفس الوقت أرتب نفسي، أرتب وضعي، أختار الأيام الأكثر حظا في هذه الفترة لغاية ما يكون القمر عندك في يوم 9، ورح يكون إن شاء الله أسبوع موفق عندك من يوم 9 إلى غاية إن شاء الله يوم 16. هذه الفترة مفتوحة أمام مواليد برج الحمل، تكون مناسبة أكثر جدا جدا من الوضع الحالي. هذا يعني كتوضيح من هالناحية لمواليد برج الحمل. إلا أنه مولود برج الدلو، يعني موجود الدلو، القمر في برج الدلو، هو بالنسبة للحمل صديق، لكن بنفس الوقت قلنا أنه كل ما يتدرج يريد القمر يطلع للحوت، فتكون الفترة أنه شوية مخططاتنا أو أعمالنا نحاول نخليها أكثر حرص، ونقدم على الأيام اللي يكون بها أكثر يعني إيجابية في التحرك. هذا يمكن يكون فد ملخص لأما الأبراج المستفيدة، فهي مواليد برج الجوزاء، الميزان، الجدي، القوس، نوعا ما لا بأس للعذراء، وكذلك لا بأس لمواليد برج السرطان. هذه يمكن تكون فد ملخص لما ذكرناه البارحة من التوقعات. وراح يكون القمر بكرة إن شاء الله يبدي يترك الدلو متحركا إلى برج الحوت. ننتقل الآن إلى الإجابات. كان عندنا بنتي العزيزة جنات اتصلت قالت أنا 20/7 و7/2 جاوبتها، بس بقوا أولادها عندي 18/1 و19/18/9، وعندي كذلك مواليد الجدي، وبأزهار أيضا موجود مولود برج الجدي. فراح أتحدث عن مواليد برج الجدي لأنه عندي 3 من مواليد برج الجدي مطلوب أتحدث عنهم. شوفوا حبايب، مواليد برج الجدي الطاقة الآن الحالية، الشمس موجودة في أعلى نقطة في بيانكم الفلكي يا مواليد برج الجدي، أوكي؟ هذه النتيجة يقول لك أنت بديت من الصفر ووصلت إلى أعلى نقطة في بيانك الفلكي. هذه الفترة من شهر 1 لهذا الشهر، إيش كان نتيجة أعمالك؟ شنو كانت نتيجة تصرفاتك؟ شنو كانت مثل ما يقول ردود فعلك؟ شنو كان إقدامك؟ شنو كان
الأشياء الزينة سويتها، شنو كانت طموحاتك المهنية أو طموحاتك الاجتماعية أو العاطفية، فهو التحصيل الحاصل في هذه الفترة. فاللي كان يعني عامل بجد واجتهاد في علاقاته مع نفسه مع الآخرين كان مظلوم، الناس ظلمته، الناس تعدت عليه، يمكن أكو قسم من الناس، أكو ناس يعني واجهوا مصاعب، فقدوا أحباء، فهذه الأمور كلها راح تبدي من الشهر اللي هو يحكم أو يسمى بيت العاشر، هو الحصيلة. مثل الشخص اللي يعني كمثال تقريبي مثل الشخص اللي يزرع وبعد ذلك يأتي يحصد، فهو تعتبر هذه فترة الحصاد. حتى دتشاء تلاحظون أنه بتنا أزهار دا يقولون أنه هسه أكو وصاق، في حين أنه كانت الفترة كلها البنية دا تعاني من أنه أكو تباعد بيناتهم، هسه هالفترة ليش صارت وساطة؟ لأن هذه فترة الحصاد. فما زرعتموه ستحصدوه، من زرع نبتة حصد نبتة، ومن زرع شوكا شيحصد حاب. لابد ماكو إنسان يتمنى أنه ما يزرع نبتة أو يزرع شيء، وخصوصا المستقبل أو مستقبل أولاده، وبالأخص مواليد برج الجدي اللي إلهم تعلق كبير جدا بالأسرة، هم ومواليد السرطان تعلق كبير بالأسرة وأحد أفراد الأسرة، والأسرة تعتبر محور حياته، يفني نفس الخاطر أسرته. فهذه هي يمكن تكون يمكن فترة الحصاد، وفترة الحصاد إيجابية. الشمس والزهرة تبشر مواليد برج الجدي بالحصاد الإيجابي. المتخاصم ممكن يكون عنده صلح، سمعتيني يا حبيبتي أزهار، وكذلك بنتي جنات اللي ابنك أيضا 18/1 هو من مواليد برج الجدي، الطالع هو الأسد، وعندنا كذلك 2/1 بنتي العزيزة رهف اللي طالعك يعني يكون إذا جاي الصبح يكون حمل ناري، وإذا جاي المساء يكون عقرب، فجدي على حمل أو جدي على عقرب. فهذه الفترة هي فترة الحصاد للجدي، فإن شاء الله هناك إيجابيات حلوة. تنتقل الشمس والزهرة إلى برج العقرب. برج العقرب مناسب جداً جداً لمواليد برج الجدي بصورة عامة. ليش؟ لأنه بيت الصداقات وبيت الأماني، بيت الدعم، بيت العلاقات الاجتماعية، هو بيت جميل جداً. بعد ما يعني شلون يفسر، بعد ما انت تعبت فراح يكون لك نتيجه في انه الناس راح تكون من ضدك الى معك، وراح تلاقي انه هي راح تناصرك، او مثل شلون يقول راح تقتنع بكلامك او بفكرتك. فنقول يا الله لمواليد برج الجدي هناك نصره، هناك ارتفاع، هناك نجاح عاطفي. فترة الارتباط مفتوحة منا إلى غاية إن شاء الله، يعني شهر راح يجي شهر 11، فأكو بفترات الارتباط، لكن أكو نقطة معينة أركز عليها، أنه راح يكون بشهر 11 خسوف قمري يسبق كسوف، لأن أكو كسوف وخسوف، بين الكسوف والخسوف أسبوعين، لأنه هاي سبحان الله خلقها هيك، الشمس من الدور وأقول الأرض من الدور يجي القمر يحجب الشمس عنها، وكذلك بنفس الوقت لها 15 يوم راح تتكرر نفس الحالة بين الشمس والقمر، فصير القاع هالمرة بالنص، يوم مرة القمر ومرة الأرض. فهذه الفترة تبدي من 25 أكتوبر اللي هو الحالي الكسوف، ومن ثم الخسوف. بعد الخسوف القمري راح يكون أشياء إيجابية وانفراجات لمواليد برج الجدي بصورة
خاصة، لكن هذا ما يعني أنه هذه الفترة مو زينة، عندنا لا زينة، أيام الأكثر حظاً اللي تخص برجكم الأساسي وبرجكم الصاعد راح تكون أيام إيجابية. فهناك نصرة، هناك ترقية، هناك إذا كان عندكم شخص مقدم على عمل، هناك نجاح في موضوع قضائي، هناك نصرة. حتى أكو قسم يعني يمكن يكونون من أولادنا تعرضوا لظلم ويعني مثلا دخلوا سجون بعيد عنكم، أو يعني دخلوا سجن ظلم، أو ناس اتهموهم ظلم أو شيء، فتعتبر فترة إفراج. يعني نقول يا الله يمكن تبدي الأمور تتغير لصالح الجدي، وشوية شوية تبدي تتغير مع دخول سنة 2023 إن شاء الله وأنتم طيبين. مواليد برج الجدي راح يتخلصون من عائق ومشاكل مادية نتيجة ل يعني تحرك زحل من بيت الدلو إلى بيت الحوت، وهذا راح يساعد كثيرا. ومن ثم أيضا بلوتو راح يتحرك من عندهم ينتقل للدلو، رغم أنه راح يرجع متراجع بس ما راح يكون بكل قوته، فهذا راح ينطي فد معطيات إيجابية من خلال شراكات عملكم، من خلال أخذ حقوقكم المادية، من خلال إذا أكو مثلاً فد مرة متزوجة ورافعة قضية نفقة ومدى تأخذ الأمور، كل هالمسائل ممكن أنه تتحسن أو يصير عندكم بيها فد نوع من الحقوق. هذه كملخص مواليد برج الجدي اللي يخص واحد من أبناء جنات وأزهار وكذلك رهف عزيزتي. الآن ننتقل إلى 18/9، وعندي أيضا أبو سجاد 12/9 يريدون على كل الأصعدة. 18/9 بالنسبة للابن الثاني لجنات، و 12/9 لأبو سجاد. برج العذراء، برج العذراء الأول اللي هو 18، هذا يعني أنه هو يتحكم بولادته المريخ. أما 12/9 أبو سجاد يتحكم بيوم ولادته المشتري، فهو أكثر إيجابية وأكثر يعني مثل ما نقول طاقة إيجابية. الثاني لا، شوية أكثر عصبية المريخ، لأنه المريخ شوية يتسم بالعصبية. لكن هذا الشخص يمكن يكون رياضي بارع، وإن شاء الله يكون له مستقبل في مجال الرياضة، أو يكون عنده يعني الأمور اللي تلعب دور بالعضلات وكذلك الرياضة اللي تخص الجهد العضلي. يحتاج دائما إلى أن يطرد الطاقة من جسمه من خلال الحركة، فهذه راح تساعده كثيرا لابن جنات اللي هو 18/9. أما 12/9، 12/9 حبايب كوكب عطارد يكون الكوكب المهيمن على موضوعة هالمجاميع. لكن عطارد يا أبو سجاد، العطارد ويا المشتري إيش راح ينطي عندك؟ راح ينطي عندك فكر متوقد، فكر اجتماعي، فكر ذو طابع إيجابي، وهذا طبع، هذا طبعك. لكن المشكلة الحاصلة الآن من الناحية النفسية أنه صاير عندك صدمة من الناس حقيقة. تقول أنا إيش قد أحب الناس واجتماعي وأركض للفلان وأروح العلان وما قصر ويا الآخرين، لكن أكو هناك صدمة وهناك جرح في القلب دا تعاني من الناس، هذه المجموعة دا تعاني من الناس، ما أعرف يعني بسبب أشخاص يمكن ما أحسنوا، أو رب يعني شخص أحسنت إليه وما كان الإحسان في محله، وقفوا لك أعمالك، وقفوا لك مشاريعك، صار عندك فد نوع من ردة الفعل الغير متوقعة. يمكن هذا كمواليد 12، لكن عندك بشرة إيجابية وحلوة أنه كمواليد 12/9 ومواليد العذراء بصورة عامة عندهم أنتوا أيضا نصرة،
عندكم نصرة بالأخص على صعيد المهنة وكذلك على صعيد الدراسة. كان أكو فترة صعبة في شراكة أو كنتوا تريدون تفتحون في الشراكة أو تريدون تتخلصون من فد واقع شوية أصبح ثقيل، يعني قلت مثلا إذا أنا دا أشتغل شغلة والوضع المادي مدى يساعدني أو صارت عندي في الظروف أثقلت علي كاهلي فأدور لي على شغلة أو أفتح لي مشروع أو فتحت مشروع وما نجح النجاح اللي أنتم يعني متوقعي. وأكو قسم كذلك أثقلتهم يعني حتى يفتحون أشغال يمكن اضطروا إلى أن يطلبون قرض أو مادة أو شيء من يعني من أحد ما أو مؤسسة مصرفية، فهذا دا يثقل على الكاهل. فهالأمور هذه ممكن أنه بيها انفراجات، بيها انفراجات انعكس هذا على وضعكم النفسي وكذلك وضعكم الصحي وعلاقتكم ويا الشريك سواء كان شريك العمل وشريك العاطفة. لكن في حياتنا يا أحبائي ويا يعني مثل ما يقول أبنائي وبناتي، الحياة ليست كلها حقل زهور، نمر على أرض جرداء، نمر على أرض ممكن تكون جافة، ونمر على بساتين غناء. فأنت لما تبذر البذرة تبذرها في أرض طيبة فتنتج نتيجتها، والبذرة هي أعمالك ومحبتك. تبذرها في أرض يابسة لا تصلح للبور فما تطلع. إحنا المهم أنه نعرف في حياتنا هناك الصالح وهناك كذلك الضد، فلا تخلون هالأمور هاي تأثر عليكم، لا تخلون هالأشياء. يجب أن تسير في حياتك ورح يكون هناك توفيق كبير. ثلاثة أشهر كلش حلوة، نستثني منها يومين الكسوف ويومين الخسوف، هذول بس وراهم راح تكون بالنسبة لكم يا مواليد برج العذراء 3 أشهر إيجابية، خصوصا هاي الفترة والشهر المقبل. عندكم عطارد، عطارد من راح يروح للميزان راح يسهل أمور كثيرة. شو شاكو شي معرقل، شاكو شي راح يسوي عندكم تغيير بالأفكار. ليش؟ لأنه أنتوا المجموعة الثالثة اللي من ضمنها ابن جنات وحضرتك عطارد عنده التنقل بالأفكار، تنقل الأفكار يكون سريع نوعا ما. ليش؟ لأنه كوكب عطارد كوكب السرعة والذكاء، بس أكو سرعة في اتخاذ القرار بسرعة، فمرة نجد أنه عندنا قرار ورا شوية لا نرجع بيه ناخذ قرار آخر دا نشوف ياهو الأمثل، لأنه تسعى إلى الأفضل. يعني أخذ الأمور على مهل، يعني شلون نقول لا تتسرع في اتخاذ قراراتك. هالأمور راح تكون بيها الأشياء اللي مريت بيها راحت وخلصت ولازم ننساها، نأخذ طاقة إيجابية جديدة ونقول يا الله، لأنه الفترة المقبلة إيجابية في حياتك خصوصاً من الناحية المهنية والصحية. بالنسبة إلى 13 أو 8 مولود برج الأسد، مولود برج الأسد يتحكم بيوم الولادة أورانوس. أورانوس كوكب التقلبات وكوكب كذلك العطاء، كوكب الذكاء، كوكب الحنكة، كوكب اللي يمكن يكون شوية يساهم مع عطارد في أنه يكون صاحب الفكر هذا، أيضاً فكر متوقد لكن تشوبه بعض التقلبات. ذيك الفترة مواليد برج الأسد عانى الأمرين، مشاكل يمكن يكون مع الأهل، مشاكل على صعيد الحياة، شعور بالقهر أو الظلم، فيمكن هالأمور هذه كلها مرت لكن نقول انتهت. كان هناك مثلث فلكي مؤذي، وجود المريخ شوية ديأذي جماعة الأسد سواء كان في حياتهم العامة أو في شراكاتهم المهنية.
يمكن اكو فد 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 ثلمه يريدون شلون نقول يعني يرمتوها، لكن هذه ان شاء الله ما كانوا دا يقدروني في تلك الفتره، لكن راح تبدي ابواب جديده وابواب جديده لمواليد برج الاسد. راح تكون اخر السنه ونهايات سنه ال 22 وبدايات ال 23 جد ايجابيه لمجاميع الاسد وكذلك للعذراء، للجدي، للدلو. نقول يا الله ان شاء الله لطالما صبرتم على الكثير فما بقى الا القليل. لنقل يا رب، ودائما كل ما يمنحنا ربنا يوم جديد يمنحنا نعمه جديده، يمنحنا حكمه جديده، يمنحنا تدريب جديد، هذا راح يساعدنا كثيرا في المضي قدما بمصالحنا. اتمنى لكم كل الخير. يا ربي والهي يشملكم التوفيق وتشملكم ترك ما مضى والبدء بالجديد. إيمانكم بالله وبذاتكم ضروري. اعلم يا أيها الإنسان أنك مهم جدا في الحياة. أنقل الأجواء إلى أبنائي وزملائي ناريمان وعمر. شكرا لك.